زعلت ليه من حميد الشاعري لما عملتوا ديو مع بعض بعدين قال انه ويجز احسن رابر؟ لا دي كانت هزار، دي كانت افيه. لا لا دي كانت تهريج يعني. الفيديو اللي عملته ايوه، ما انا بضحك اصلا في الاول، اللي هو بقول شوف هو بيقول عليا جامد وبتاع بتصدم كده، فده كان هزار يعني. حميد حبيبي وهو ضحك اصلا على الفيديو ده. بس ما اتضايقتش ان هو بيقول على ويجز الاجمد؟ لا طبعا، لا لا يعني دي حاجه. بتحب ويجز؟ ايه بتحب ويجز؟ ما اعرفوش يعني، ما نعرفش بعض على المستوى الشخصي اللي هو احبه ما احبه. بتحب تراكات ويجز؟ بحب له اغاني. بتحب له ايه؟ بحب له مثلا الاغاني اللي هي زي بالسلامه، بحب الحاجات اللي بيراب فيها قوي. بحب الحاجات الصعبه يعني، الحاجات القديمه دي بتاعه 2018 و2000 مثلا يعني. لا لا عادي، لا هو ما... انت مش عارف قديمه دي بتعمل فيا ايه. كمل يا مروان كمل. لا لا بحب له الحاجات اللي بيراب فيها اكتر من الغنى. ما عنديش اللي هو النفسيه او المنافسه تخش في حته اني اسمعش الناس اللي بتنافسني او ان انا لا ما بحبش فلان. انا حسيت ده لما عرفت ان انت بتنتج لنفسك ولغيرك. حسيت انه صعب قوي يكون حد يعني يكون رابر بينتج الرابرز تانيين ويبقى بنفس او بيغير. بالظبط يعني، اكتر واحد بنتج له هو عفروتو، هو اقرب شخص ليا. ساعات اغير دوري كده ان انا رابر دلوقتي وانا اللي بغني، اللي هو طب لا خليني اخش مثلا اشوف انت مغني ايه اجمد اغنيه اقدر اعملها لك. ممكن اوديك فين، ابقى انا المخرج بقى، فاهم قصدي يعني؟ عشان اصلا دارس اخراج. فلما بعمل اغنيه لحد بحس ان انا اوكي انا بخرج لك العالم بتاعك دلوقتي. فبتبقى تشالنج غير اللي هو اللي انا بعمله لوحدي.